نحن كنا نتحدث عن كيف نصنع جيلا نعم نعم قرائيا أو قارئا. نعم نعم ذكرنا أولا التربية على القراءة، ثانيا نعم اجعل القراءة عادة. العادة حتى تصبح عادة، كما يقول صاحب كتاب العادات السبع الأكثر فعالية، نعم العادة تتكون من 3 أمور: من معرفة ومن مهارة ومن رغبة. فالمعرفة، معرفة أنت ومهارة تعرف ورغبة. القراءة لأننا تعلمنا القراءة. نعم، نعم القضية المعرفة، معرفة القراءة، وهذه هي تعلمها الطفل. نعم الآن قضية الرغبة هي الدوافع. ما الذي يدفعك للقراءة؟ ونحن ذكرنا الدوافع الكثيرة للقراءة سابقا، نعم فلو لم نعم يكن للدافع الديني والدافع الفكري والدافع كفى. الاقتصادي لكفى. نعم فنعم، الأمر الثالث المهارة، يعني كيف نقرأ نعم وكيف نبدأ بهذه القراءة. طبعا الإنسان دائما يبدأ بالتدرج، يخصص مساحة زمنية بسيطة في البداية، قد تكون 5 دقائق، لكن ليجعلها كفرائض الصلاة نعم واجبة مقدسة. نعم فخمس شيخ دقائق نعم لا شيء، ولو خصص، ولو في البداية انطلق من دقيقة لا بأس، هو نعم تلقائيا بعد ذلك سيتدرج وينمو. فالتدرج من الناحية الزمنية، وأيضا التدرج في ناحية الكم، يعني لا بأس أن يخصص مثلا في الشهر كتاب في البداية، أو في الشهرين كتاب، ثم بعد ذلك يصبح في الشهر كتاب، ثم بعد ذلك في الأسبوع كتاب، ثم بعد ذلك يترقى هكذا الإنسان. وأيضا من ناحية النوع، يبدأ بالكتب التي يحب، سواء كانت روايات أو قصص أو غيرها من الأساليب، ثم نعم ينطلق تسلية والهواية إلى الفائدة شيئا فشيئا، ولا يبدأ حتى بالكتاب يؤسس الذي لهذه القراءة، يؤسس في نفسه. نعم نعم، هكذا الإنسان ينطلق من إلى أن يصبح له هويته نعم القرائية الخاصة التي نعم تطبع قراءاته جميعا، بدلا من الاعتماد على الغير ونصائح الغير فيما يقرأ وما لا يقرأ. عموما ننصح بأن يكون الإنسان دائما مبادرا، لا نعم ينتظر أن يأخذ أحد بيده للقراءة، ولا يجعل أيضا الظروف والأحداث هي التي تتحكم به، بل عليه هو أن يتحكم بها. يعني لا يتعلل بالوقت والظروف والمال، مثلا يقول لا مال معي لنشتري الكتاب والكتاب غالي، ويتعلل بالوقت ويتعلل بالظروف. العظماء في العالم كلهم بينهم قاسم مشترك، نعم القاسم المشترك هو قضية التغلب على الظروف التي وجدوا فيها، ورغم أنها أحيانا ظروف قاسية لكنهم استطاعوا التغلب عليها. ومن أهم سمات أغلبهم، من سمات أغلبهم القراءة، وهم أيضا كانوا قراء، وجدوا رغم زحمة أعمالهم وجداولهم وظروفهم، وجدوا الوقت ليقرأوا وليستفيدوا. القراءة الحقيقة أعظم استثمار، سواء كان في الوقت أو في العمر، لأنها تشحذ أداة الحياة. يعني مثل النجار الذي يعني لديه أداة النجارة ولكن لا يشحذها، لأنه ليس لديه وقت ليشحذ هذه، هو في الحقيقة الآن يخسر، لأنه يخسر الآلة التي تجعله سريعا. فأيضا نعم الذي لا يقول لا وقت لديه، هو يخسر الأداة التي يستثمر فيها وقت. يعني أذكر مقولة للعقاد، يقول أنا أقرأ، نعم معنى الكلام أنا أقرأ لأنه لا يمكنني أن أعيش حياة واحدة فقط، أنا أريد أن أعيش حيوات كثيرة، لا نعم يكفيني أن أعيش 70 سنة أو 80 سنة، نعم وهذا لا يمكن أن تستفيد من تأتي به تمديد عمرك، لا يكون إلا بالقراءة، لأنك تستفيد من خلال القراءة خبرات آلاف الناس نعم وخبرات آلاف الأعوام والسنوات التي لم تعشها أنت.